موضوع تاني كمان مهم جدا، وانتم متعودين مننا دايما بنقول كل الجديد. النهارده الاتحاد المصري اعتمد شروط القيد في الموسم الجديد، ولوائح القيد في الموسم الجديد فيها مفاجآت. انا على المستوى الشخصي مش متفاجئ منها، لان كانت كلها تعليمات من الفيفا صدرت من العام الماضي وتم ارجاء تنفيذها للعام الحالي. فالاتحاد الدولي كان اعتمد ده بالنسبه للوائح شؤون اللاعبين، وكلنا عارفين ان اسطمبه اللوائح شؤون اللاعبين بتبقى موجوده في العالم كله. انت ممكن تزود بعض البنود بما لا يخل باللائحه الاساسيه اللي وضعها الاتحاد الدولي. ولكن لوائح قيد الموسم الجديد فيها حاجات مهمه لازم اشرحها لحضراتكم. اول حاجه، خلاص تم اختار الانديه بشكل رسمي للائحه القيد في الموسم الجديد. واول حاجه في هذا الاختار ان اللعيبه المقيده في دوري الموسم المقبل هتكون 30 لاعب لكل نادي. 30 لاعب لكل نادي، ويسمح بقيد 5 لاعبين مواليد 2001 بالقسم الثاني والثالث. يعني مثلا الاهلي عنده فريق 2001، فريق 2001 في النادي الاهلي حاليا، لو خدت منه لعيب تأيده ضمن ال 30. طب لو ما خدتش منه لعيب، اللعيب ده اصبح متاح انه ممكن يتأيد في القسم الثاني والثالث لو ما عندوش عرض في القسم الاول اللي هو الدوري الممتاز. فبالتالي الدوري الممتاز السنه الجايه كل نادي قيمته 30 لاعب فقط، لا في 5 تحت السن ولا في 5 فوق السن، 30 لاعب. طيب تعالوا نبص كده على موضوع الاجانب. يسمح بقيد عدد 5 لاعبين اجانب كحد اقصى في كل نادي من انديه القسم الاول. يعني خلاص القسم الاول السنه اللي جايه 5 اجانب زي ما هم. طيب الاعاره، بصوا بقى الاعاره فيها مفاجآت. اولا، لا يجوز للنادي إعارة أكتر من 7 لعيبة خلال الموسم. أكتر من 7 لعيبة خلال الموسم. على فكرة سواء إعارة داخلية أو خارجية. يعني النادي الأهلي السنة دي لو عايز يطلع إعارات أقصى حاجة 7 لعيبة. سواء داخليًا أو خارجيًا. طيب لو أنت عايز تستعير لعيبة، تاخد لعيبة من بره أو من داخل مصر على سبيل الإعارة، أقصى حاجة 7 لعيبة. أقصى حاجة 7 لعيبة. طيب لو انت هتعير لعيبة لنادي واحد من ضمن السبعة اللي هتطلعهم، ما ينفعش تعير لنادي واحد اكتر من 3. يعني مثلا الاهلي هيطلع لسموحة او سيراميكا، سموحة مثلا عدد لعيبة معارة، ما ينفعش تطلع اكتر من 3، تطلع 3 بس، والتلاتة دول من السبعة مش 3 غير السبعة. لا، انت خلاص الهد الاساسي انت عندك 7، دول هيطلعوا اعارات. لما تيجي تطلع لنادي واحد ما تطلعش اكتر من 3. هتيجي تطلع لاعب رابع يقول لك لا، سيستم القيد هيمنع اعاره لاعب رابع لنفس النادي. طيب لو هتستعير من نادي سين مثلا، نادي سين ده عنده لعيبه كويسه وتم الاتفاق اللي انت تاخد منه عدد كبير من اللعيبه، لا يجوز استعاره اكتر من 3. يعني هتطلع لنادي واحد طلع 3 لعيبه، هتاخد من نادي واحد تاخد 3 لعيبة، هتطلع لعيبة داخل أو خارج ما يزيدوش عن 7. أوكي؟ هتاخد لعيبة داخل أو خارج ما يزيدوش عن 7، ده في ملف الإعارات، مش بتكلم في البيع النهائي. اللعيبة الأجانب زي ما قلت لحضراتكم خلاص هم 5 لاعبين أجانب. طبعًا أنا بركز أكتر على القسم الأول لأن القسم الثاني فيه أرقام مختلفة، لكن تركيزي كله على القسم الأول. طيب الأجهزة الفنية والإدارية، بص النقطة اللي جاية دي مهمة جدًا. أي نادي هيسجل عقد مدرب أو عقد لعيب هيوثق ويدفع 3% من القيمة السنوية للتعاقد، بالإضافة إلى 14% قيمة مضافة. أي جهاز فني مش معاه الأي دي بتاع البطولة مش هيسمح ليه التواجد على الدكة خلال المباريات. طيب لن يسمح للمدير الفني التعاقد مع نادي أن يتولى مسؤولية نادي آخر حال فسخ التعاقد من جانبه. يعني أنت مضيت مع نادي وفسخت التعاقد، ما ينفعش تنتقل لنادي تاني، ولكن يسمح ليك بالتعاقد مع نادي آخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى ناديين فقط. نفس البند اللي كان موجود العام الماضي. طيب فترات القيد بقى هتبدأ إمتى؟ وده طبعا نقطة مهمة جدا عشان الناس تبقى عارفة القيد هيشتغل إزاي. طيب فترة القيد الأولى اعتبارا من الخميس 27/7، الخميس اللي جاي، بعد بكره. بعد بكره هيتم فتح باب القيد بالنسبه للقائمه الاولى. يعني انت عندك قائمه اولى دلوقتي فيها مثلا 30 لاعب،
من يوم الخميس اللي جاي لغاية يوم 5/8، يعني بنتكلم في حوالي 8 أيام، من 27/7 ل 5/8 دي مساحة عندك تأيد اللاعبين القدامى اللي كانوا معاك السنة اللي فاتت، ودي اللي بيسموها القايمة الأولى. أي لاعب مش هيكون مقيد في القايمة الأولى بيطلع فري، بيبقى خلاص لاعب حر، أنت ما قيدتوش في القايمة، بتلتزم بعقده، لكن اللاعب ده مش على ذمتك لأن أنت ما حطيتوش في القايمة الأولى. فالقيد الفترة الأولى من 27/7 ل 5/8. طب القوائم الإضافية، أي لعيب هتجيبه صفقة جديدة هيضاف من إمتى لغاية إمتى؟ طيب هيضاف من فترة 27/7 لغاية 14/9. نهاية القيد، نهاية القيد، غلق باب القيد للدوري الممتاز هيكون يوم 14/9. عندك فترة من 27/7 ل 14/9 تقدر تجيب الصفقات والتعاقدات وتسجل هؤلاء اللاعبين لغاية يوم 14/9. فترة القيد الثانية معروفة من 1 يناير لغاية 31 يناير، ومحطوط بقى رسوم الشكاوي، بتدفع 10,000 جنيه لو عايز تقدم شكوى في لعيب، أو اللعيب عايز يقدم شكوى في الاتحاد، والكلام اللي انتوا عارفينه الخاص بالأمور المالية بالنسبة لتوثيق العقود والكلام ده. طيب بالنسبة للحكام، وده بند مهم جدا عايز أختم بيه الفقرة دي، لأن كل سنة بنقول نفس الكلام وفي الآخر بندور على المستحقات، محدش بيبقى عارف هي اتصرفت فين وراحت فين. يسدد كل نادي من أندية القسم الأول، كل نادي في القسم الأول، 1,750,000 جنيه لخزينة الاتحاد. كل نادي هيلعب في الدوري وهو رايح كده بيسجل اللعيبة وقبل ما يبدأ الموسم يحط شيك كده أو يحط كاش في الحساب البنكي للاتحاد 1,750,000 جنيه، عشان الفلوس دي مخصصة للحكام اللي يتم الصرف عليهم مستحقاتهم على مدار الموسم. كل نادي 1,750,000، يعني 2,000,000 إلا ربع. شوف بقى اضرب ده في 18، شوف الرقم بيطلع كام، وفي الآخر ما بتلاقيش بقى فلوس للمستحقات للحكام. بالمناسبة الرقم ده مقسم لجزئين، أول حاجة 875,000 بتسدد لرابطة أندية القسم الأول مع القايمة الأولى، يعني وانت رايح تسجل في القيد الأول لغاية 14/9 بتدفع 875,000، ولما تيجي في يناير فترة القيد الثانية بتدفع 875,000، يعني مش بيجبرك انك تدفع 2,000,000 الا ربع دفعة واحدة، لا على دفعتين، 875,000 لغاية 14/9 و 875,000 في شهر يناير 2024. طيب الكشف على المنشطات، كل نادي ملزم بدفع 100,000 جنيه تقسم على دفعتين مع كل فترة تسجيل، هتدفع 50,000 دلوقتي و 50,000 في يناير عشان اتحاد الكورة يقدر يساعد بيها في موضوع الكشف على المنشطات اللي احنا مش عارفين هو اصلا فيه ولا مفيش.